كيفكم؟ يوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة سبيك اكس تي، واليوم يا جماعة راح احكيكم عن التحديث القادم وايش هو التحديث بالضبط، لانه طبعا هلأ يعني عرفت التفاصيل ورح شاركها معاكم. فبس طبعا قبل ما نبدأ ما تنسوا انكم تشتركون بالقناة كمان، ضغط على زر لايك. وليش بقلكم اشتركوا؟ لانه يعني في كثير اسباب، يعني بس رح اقول السبب المهم هلا، هو انه لما رح اوصل لما رح اوصل ل 200 الف مشترك ان شاء الله هاي السنه، هاي يعني قبل نهايه 2023، رح اعمل كون سحب كثير كثير كبير يا جماعه. لازم ضروري تشتركوا، لان الاشخاص اللي هلا بتشترك يعني بهاي الوقت، هاي يعني اللي كانت مشتركة واللي هلأ بتشترك قبل ما أوصل لميتين ألف، يعني كلهم يا جماعة فائزين. عشان هيك جايز اشتركوا ضروري، عشان رح يكون سحب كتير كبير على حساب كتير غني تبع بيك اكس تي، أو يعني بشحن لكم اللي بتكون من لعبة. يعني الشخص اللي رح يفوز بالسحب رح يعطيني حسابه وقول له شو بدك اشحن لك، يعني عندك ثلاث أشياء اشحن لك إياها، شو بدك إياها، يعني بيوت أي شيء، المهم ثلاث شغلات يعني كيف ما كان ثمنها، المهم رح اشحنكم. او لو بدكم جايز حساب كثير غني بعطيكم اياه، يعني على كيفكم. المهم هو انكم جايز تشتركوا، لانه جايز كثير متحمسه عشان اوصل ل 200 الف مشترك، وكمان جايز حطوا لايك وبس. طبعا هلا خلينا نبدا. فطبعا بكسي بعثوا لي ايميل امبارح او قبل امبارح بالليل، على فكره هلا عم صور الفيديو بيوم الاربعاء، ما بعرف انتم متى بتتفرجوا على هالفيديو، بس المهم بعثوا لي ايميل يوم الثلاثاء وقالوا لي بهذاك الايميل انه في تحديث يعني ناروتو، في تحديث كمان رح يضيف، يعني في تحديث قادم بعد ميراكلس رح يضيفوا فيه طبعا يا جماعة ناروتو، هذا الاشي اللي قالوا رح يضيفوا نينجا ناروتو. خلص ما قالوا رح يضيفوا ملابس مشيات ولا اشي، بعدين قالوا رح يضيفوا حيوان اليف، اثاث، ملابس، كل هالاشياء عملت لكم عنها فيديو، وحبيت اعمل عن هذا ناروتو فيديو لوحده عشان انه يعني نعم لازم نحكي عن فيديو. anyways فهلا خلينا جايز نضل بس بموضوع ناروتو. فقالوا انه يعني رح يكون تحديث قادم فيه من جا ناروتو. فانا الصراحة ما بتفرج ابدا على هذا الرسوم او يعني انمي تبع ناروتو، يعني ما بعرفه ابدا كثير منيح، بعرف بس انه عنده جرية مشهورة او جرية هيك بيركض ركضة كيوت صغيرة، ما بعرف بس ما بعرف شو هو. يعني طبعا لقيت هذا التعريف من جوجل، فاسمعوا. ناروتو هو اوكي ناروتو هي مانجا شونين، وما بعرف جايز ايش معناتها، بس المهم هي مانجا. مانجا جايز معناتها هي هذاك الرسوم اللي يعني يكون عبارة كأنه على كتاب، وبعدين يعني حولوه جايز على رسوم، مع اني اصلا اوكي تم نشر اوكي كتبها ورسمها ماساشي كيشوميتو. اوكي تم نشر ما علينا جايز، يعني ما فهمنا هذا التعريف. المهم جايز اني عنده ملابس، يعني هو عبارة كأنه عن نينجا، فاهمين علي؟ يعني شخصيته هذاك ناروتو البطل تبعه، بس يعني كأنه نينجا هو من جد. ما بعرف جايز، اسفة لو هاي المعلومة غلطة، بس يعني هذا اللي اظن، لانه جايز حكي ما بعرف ولا اشي، يعني ما بعرف يعني ايش هو وين كيف امتى ما بعرف. المهم شكلي هضمه، اوه ماي جودنس. والمشكلة جايز المكان اللي كان هو موجود فيه واللي كنت انا موجود فيه، موجودة فيه هذيك الدعسوقة اللي كنت انا شوي رح اخذها، بس هوك مف مسكني. يا الله اوه ماي جاد، خلص رح اطلع. من جد جايز خفت كثير. المهم رح ارجع الى وهم. ف طبعا رح طلع لكم هون صورة تبع الصورة يعني اللي عملوا لنا اياها بالايميل،
فزي ما تلاحظوا انا بحب الشخصية تبع هذا ناروتو باللعبة تبع بيكس تي، فانا يعني من هالصورة هاي يعني هني ما حكوا ابدا ولا اشي عنه، يعني ما قالوا تفاصيل، بس انا من خلال هالصورة عرفت رح يضيفوا ملابس ومشي، لانه لو لاحظتوا جايز هون مرسومة هاي الجرية هاي هالركضة، وهالركضة طبعا معروفة عنده جايز بالرسوم، لانه بالرسوم جايز بركض هاي الركضة، يعني هيك بخلي ايده وراه هيك ايده ورا ظهره ويعني هيك بعمل، فاهمين علي صح؟ هيك ايده ورا ظهره بيركض زي يعني كثير صح هيك. فهالمشي رح يضيفوها جايز باللعبة كثير كثير متحمسة. المهم ف اوكي او ماي جاد وات عم ببحث في الهاتف تصفيقات ما موجودة مش موجود بوجه اشي. طب كثير صعب عشان جايز نلاقي تسوقات، يعني دايما التسوقات بيحطوهم بالاماكن اللي بيكون فيهم هكمر عشان يعني احنا نطيح نطيح بالفخ. بس نو 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 ما رح تطيح بالفخ، امزح يعني دايما بطيح بهذا الفخ زي ما صار معي قبل شوي. عم بحس نفسي كاني عم فوت بنفس الغرف اللي فوت عليهم، هاي الغرفة اللي مسكني فيها هكمر، غرفة كثير كبيرة يعني بتخوف. يعني بخوف لو هكمك هون موجود، يعني هكمك جايز غالبا بيكون هون غالبا ها موجود ولد عصوقة. ياي لقيتها هيكي ياي. هلا وين موجودة البوابة الكبيرة؟ هلا لازم نبحث عن البوابة الكبيرة بس بدون ما يشوفني هكمك. اوكي هلا راح خلص رح روح. اوكي خايفة استريح بس لسه عندي وقت، بس رح اطلع من البوابة هاي عشان خايفة استريح، وهلا رح امرق من هون كثير خايفة عشان جايز حكمه مرق من هون قبل خايفة هاها. اوكي طب وين البوابة الكبيرة يعني؟ ايش؟ وات وين البوابة الكبيرة؟ اوه هيها هون ياس هيها هون حطيت هون التعسوقة تبع القط ياي. اوكي اوكي كثير حلو صراحة اول مرة انا هيك بلاقي تعسوقة. واو اوكي هنيك في قاعدة التعسوقة هي الاشي الوحيد اللي ضايل، بس رح احاول اخذها، لسه في ولد كمان رايح بحاول اخذها، بس لا ما رح اخليك انا رح اخذها. واو اخذها اوكي مبروك. تعال بصراحة لانه كان بدي انا اخذها، بس المهم مبروك. فليكو ضايل بس هو يحطها، لا مو من هون مو من هون مو ايوه من هون. هلا قصة ضايلة بنت وحدة عندها النحلة، بدي ابحث عن هالبنت عشان اساعدها لانها احسها مضيعة، لانها جايز يعني انقتلت. اوف 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 ليكو لما انقتلت خلت هونيك الاشي تبعها حاخذها اوكي تخبيت الحمد لله. قلبي حرفيا كان بسكوت. المهم انا هلا جايز المهم جايز طبعا كنت عم صور لحتى انقطع التصوير، ما بعرف هل يعني شفتوا هل تصورت اللقطة لما فزنا ولا لا، بس المهم بالاخر يا جماعة ماتت بنت لانه قتلها هكموف اللي كانت عندها الميراكلس تبع النحلة، اعتقد انه كانت عندها ميراكلس، وانا رحت على المكان اللي قتلها فيه ولقيت الميراكلس واخذتها باخر 10 ثواني وحطيتها وخلص بعدين فزنا ياي. المهم فطبعا بس هيك خلص هذا الفيديو، بتمنى تكون عجبتكم الاخبار، يعني من الاخر جايز يعني التحديث القادم عبارة عن تحديث اني فبيكيكس دي اوريدي كان عمره تحديث اني، بس ما كان يعني كثير اني يعني based on real اني، بس هذا based on real اني اللي هو ناروتو. فاكتبوا لي بالتعليقات جايز هل انتو جايز بتحبوا الانمي تبع ناروتو، واسفة لان عم اقوله رسوم بنسى اسفي يعني انا بحب الانمي اوكي، بس يعني بنسى بقول الرسوم اصلا هو رسم يعني خلص عادي، بس حلو كثير بتمنى انه يعني ينزل تحديث باسرع وقت. لو بدكم عايز تعرفوا موعد ادخلوا على قناتي رح تلاقوا فيديو عملت عن الموعد. المهم فطبعا بس هيك رح اخلص، بحبكم كثير كثير كثير، واشتركوا وحطوا لايك وباي.